حكاية الحاج زغدار بوسبير ليست ضربا من الخيال، بل هي حقيقة شيخ يأبى التقاعد، وصناعة براميل الماء واللبن تاريخ رسم معالمه بمدينة عين مليلة. جيت بالخمسين بأربعة دور النهار، من الخمسين حتى التاريخ اليوم كنا نخدموا البرامل تاع الماء، يسقوا فيه من ماء أصحاب الدوار، والحمد لله ما زلت نخدم وما زلت لاباس والله في رحمة ربي. كان بوزيان البرامل اللي أنا ثاني كان يخدم، كي راح بوزيان بقيت أنا هاني أنا في عين مليلة. ببساطة الإمكانيات التي يحتويها محله المتواجد بقلب المدينة، تطل علينا براميله لزينة البيت، والحاجة فاطمة تروي تضحيات الحاج زغدار وعشقه لحرفته رغم بلوغه من الكبار عتية. ملي داني بعد يخدم، هو 21 سنة في عمره هو يخدم فيها الآن، وهاو يخدم لباس عليه الحمد لله، ما خصنا في والو، كل شيء يجيبه، كل شيء ما نقولوش حتى جيب، يجيب كل شيء وحده، يحس روحه باللي راهو إنسان مليح بك يخدمها. سنوات العمر والعدد الكبير من الأبناء والأحفاد لم يثني الشيخ عن حرفته، وصدق من قال بأن رزق اليد حلال ما دام العرق والتعب والجهد قد بذل.